بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايها المشاهدون الكرام وايتها المشاهدات الكريمات يسرني ان استضيف حضراتكم جميعا في حلقه من حلقات برنامجنا الرمضاني جبر الخواطر وجبر الخواطر في هذا اليوم ان شاء الله سيكون عظيما وفيه من الطرافه والملاحه ما فيه انه بعنوان ارحموا عزيز قوم ذل ارحموا عزيز قوم ذل والحديث يخص سفانة ابنة حاتم الطائي شقيقة عدي ابن حاتم الطائي لما انتصر المسلمون عليهم في غزوة من الغزوات أسرت سفانة مع الذين تم أسرهم وسبيهم وفر عدي بعيدا فر من بعد ان تعرض تعرضت اخته للاسر وتعرضت القبيله كلها للاسر كذلك وفر عدي ابن حاتم الطائي وعز عليه كثيرا ان يرى قومه وقد لاقوا الهزيمه. المهم سفانه بنت حاتم الطائي استاذنت على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لتتحدث اليه قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فان رايت ان تخلي عني ولا تشمت ولا تشمت بسيد احياء العرب فان ابي كان سيد قومه اسمعوا العباره عباره سفانه بنت حاتم الطائي مره اخرى قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فان رايت ان تخلي عني ولا تشمت بسيد احياء العرب تعني اباها تعني اباها بسيد احياء العرب فان ابي كان سيد قومه ثم ذكرت ما كان يمتاز به ابوها حاتم الطائي واتمت كلامها فقال قالت يفك العاني ويقتل الجاني قصاصا في القصاص يعني ويقتل الجاني ويطعم الطعام ويفرج عن المكروب ويفشي السلام ويعين الناس على نوائب الدهر وما أتاه أحد ورده ما أتاه أحد ورده خائبا قط أنا بنت حاتم الطائي. وتحدثت هي عن رسول الله إلى أخيها بعد أن فرج الله كربها وجبر الله ورسولها ورسوله بخاطرها وفعلا قال عليه الصلاة والسلام: خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ولو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه يعني لو كان حاتم الطائي مسلما لترحمنا عليه لكن ذلك لم يمنع ان يعترف النبي عليه الصلاه والسلام لابيها بانه كان محبا لمكارم الاخلاق ولهذا كله قال خلوا عنها وعز عليه أن تذل أو تهان لأنها ابنة رجل عزيز يعني هو مات في الجاهلية ومات على كفره نعم ولكن مجرد أن تؤسر ابنته وأن تذل بعد العز العريض لم يرضى النبي لها بالذل عليه الصلاة والسلام ولم يرضى لها بالهوان وطلب من اصحابه ان يطلقوا سراحها لكن انظروا انظروا الى فصاحتها ولباقتها وانها تاملت خيرا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثقت بانه لن يردها خائبه وسيجبر بخاطرها فتحدثت عن ابيها وعن مكارم الاخلاق التي كان ابوها يحيا بها بين الناس فجبر عليه الصلاه والسلام بخاطرها عندما تحدثت عن سيدنا رسول الله لاخيها عدي حتى ياتي ليعلن اسلامه قالت له عجل فبماذا حدثته عن سيدنا رسول الله اسمعوا يرحمكم الله قالت: إنه إنه النبي يعني صلى الله عليه وسلم إنه أرق الناس خصالا رقيق الطباع رقيق الطباع إنه أرق الناس خصالا ها. يحب الفقير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير وليس هناك أجود منه ولا أكرم ولا أكرم ما شاء الله هذا حديث سفان بن حاتم الطائي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع عدي منها ذلك آه ذلك صاحبها وانطلق معها الى المدينه ليعلن اسلامه وقد كان اذا جبر الخواطر هذه المنحه العظيمه التي قدمت لسفانه بنت حاتم الطائي وكان ابوها من كان وتعرفون يضرب به المثل في الكرم والشهامه والمروءه كان ماضي ابيها العريق سببا في اطلاق سراحها وخلى عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يرضى ابدا لعزيز قوم ان, أن يذل او ان يُذل او ان يهان لم يرضى بذلك صلوات ربي وسلامه عليه وقال كما استمعتم منذ قليل لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق يا ليتنا نتعلم يا ليتنا نتعلم ونكرم كل من يستحق التكريم من الكرام الصالحين ومن الكاربات الطيبات الصالحات اكبروا بخواطر هؤلاء وهؤلاء اشكر لكم حسن انصاتكم في حلقه اليوم وجزاكم الله خير الجزاء وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته